السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بعرض سلسلة النيفروباثولوجي. وصلنا للحالة رقم 19. نبدأ بعرض الحالة. في عندي مريض كوكيجن أبيض عمره 20 سنة، جاي لعندي بشكوى بروتين يوريا نيفروتيك رينج بروتين يوريا، يعني أكثر من 3.5 جرام، وفي عنده قصور كلوي. بسوابقه المرضية في عنده بروتين يوريا وهيماتوريا من هو عمره 5 سنوات، في عنده مايل هيرينج لوس، يعني في عنده نقص سمع خفيف، عمره 20 سنة. في عنده ارتفاع ضغط منذ 4 سنوات، كان ياخذ له الاربيزارتان اللي هو احد الارز. المريض قال انه بيستخدم هو رياضي بيحسن مشان يحسن أداءه الرياضي، بياخذ بعض مركبات الكرياتين والبروتين. قصة العائلية ما عنده قصة عائلية لأمراض كلوية، فلحد هلا في عندي أنا قصور كلوي، في عندي بروتين يوريا منذ الطفولة مع نقص سمع. بالفحص السريري في عنده الضغط 140/80، طوله 6 أقدام يعني حوالي 180 سنتي تقريبا، ووزنه 201 باوند يعني حوالي 100 كيلو أو 90 كيلو، وما عنده وزمات بالطرفين السفليين. بتقييمه المخبري في عنده الكرياتينين 1.5، بول 24 ساعة 9 جرامات، الالبومين 3.2، واليورين سيدمنت الرسابة البولية كانت بلاند يعني ما فيها كريات حمراء او كاست او غيره. المتممات عنده كانوا طبيعيات بالمصل، السيرولوجي ورك اب كان نيجاتيف للاي ان اي للهيباتايتس الاتش بي اس انتيجين والهيباتايتس سي انتي بودي والاتش اي في. بالنسبة لقياسات الكلية، الكلية اليمين كانت 14.6 طولة، والكلية اليسرى كان 14.5 سنتيمتر. نعمل له خزعة كلية لنعرف شو قصة هالبيلة البروتينية مع القصور الكلوي عند هذا المريض الشاب، اللي هي قصة مو جديدة من هو بعمر الطفولة. فهذه السلايد الأول، بعطيكم وقت لتفكروا فيها، تاخذوا ملاحظاتكم. سلايد الثاني خلال كلوي. سلايد الثالث مجهر الكتروني. والسلايد الرابع مجهر الكتروني بتكبير اكبر. فما هو التشخيص الافضل لهيك مريض؟ هل هو FSGS فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكليروسيس؟ هل هو هيردياتري نيفرايتس اللي هو ألبرت سيندروم متلازم التهاب الكلية الوراثي؟ هل هو مينيمال تشينج ديزيز؟ هل هو فيبريلاري جلوميرولونيفرايتس التهاب الكبب والكلية الليفيني؟ هل هو ممبرينس نيفروباثي اعتلال الكلية بالغشائي؟ بعطيكم وقت لتفكروا، بنتقل لنقاش الحالة. ببدأ قراءة السلايد الأول. الصورة اللي شايفينها الملون المستخدم والباس الPAS، لاحظوا أنه الكابيلاري اللومن كلها مفتوحة تقريبا، ما في عندي ما عندي تكاثر، ما عندي إندوكابيلاري بروليفريشن داخل اللومنز. الغشاء القاعدي أنا شايفه طبيعي حقيقة، ماني شايف فيه مشكلة، رغم أنه القراءة الرسمية عم تقول أنه في بعض التسمك، فأنا صراحة ماني شايف وين متسمك الغشاء القاعدي. ربما هاي ممكن، ماني واثق صراحة، ربما هاي في تسمك عم يعتبره هو، بس عموما بقية الكابيلاري مفتوحة. الميزانجوم في عندي سكليروسس بالميزانجوم، وهذا سكليروسس اخذ يعني هذا مش مجرد ميزانجل اكسبانشن، في سكليروسس اخذ تقريبا اقل من نص الكبة، فهو عمليا سيجمنتال سكليروسس. هذا الشيء القراءة اللي بقدر اقرأها من هذا السلايد. هون هذا خلال، في انابيب وفي عندي انترستيشوم. الانترستيشوم لونه ازرق وزياده اكثر من المطلوب. نحن اذا شرحت لكم مره انه اللون الازرق بالانترستيشوم معناته في عندي، طبعا هذا ترايكروم، في عندي تليف، هذا التليف كل ما زاد اللون الازرق كل ما كان اعلى، فهذا التليف يعتبر ربما شديد بهالحاله هي، او يعني متوسط الى شديد حقيقه. الانابيب ربما هي انابيب سليمه، بس الانابيب هي لاحظوا انه متوسعه فيها اتروفي، فعمليا هون في عندي افتح حقيقه. فانا لو اكتفيت بقراءه هذول السلايدين وما عملت مجهر الكتروني، انا ممكن اشخص هذا المريض انه FSGS، بس المجهر الالكتروني حيعطيني التشخيص الدقيق لهذا المريض. لاحظوا انه اول شيء الفوت بروسيس افيز مثل اي اذيه للغشاء القاعدي.
الغشاء القاعدي ما هو بنفس السماكة، في مناطق ثين، مناطق رقيقة ومناطق متسمكة، إضافة لأنه في مثل إذا بتشوفوا صفائح أو صفيحات بالغشاء القاعدي، ما هو كله بنية وحدة، فهي بسموه اللاميليشن. نفس الكلام بالتكبير الأكبر، لاحظوا الغشاء القاعدي شلون متسمك هون، مترقق هون، إضافة للفوت بروسيس فيس، وفي اللاميليشن. هذا بيحط تشخيص شهير، أظن صار واضح بالنسبة لكم. القراءة الرسمية سيجمنتال سكليروسيس، عم يقول في دوبليكيشن وثيكنينج، رغم أنا صراحة لو ما قرأتها هون بجوز كنت فوتها. التورم أو السوالن تبع البودوسايتس شخصيا ما فيني أعلق عليها، ربما الباثولوجيست بيعلق بشكل أفضل مني. عم يقول هون في باتشي انترستيشال فايبروسيس، في عنده تليف، لاحظوا انه ما كان شامل كل الخلال، هو باتشي حقيقة صحيح. بقية القراءة الامينوفلوريسنس كان نيجاتيف، وهذا من شرط المرض هذا انه ما في عنده امينوفلوريسنس، ما هو تظاهرة مناعية اصلا. بالالكترون مايكروسكوبي مثل ما قلنا الثيكنينج واللاميليشن، المنظر اللي المميز بالتشريح المرضي بنسميه الباسكت ويف ابييرانس. الباسكت ويف هي السلة المحبوكة حقيقة، ممكن نشوف فيكم صورة لها بالمحاضرة القادمة عشان تتذكروا. ما في معقدات مناعية مثل ما حكينا، وفي فود بروسيس اف اس. هذا التشخيص بيخلينا نحط او كل الموجودات مع بعض، وبالذات موجودات المجهر الالكتروني، بتحط تشخيص الالبرت سيندروم اللي هو اللي بيسموه هيرديتري نيفرايتس. سلايدين على السريع، انا هحكي محاضرة ربما اوسع عن الالبرت، انه الالبرت هو تناظر، هو اصابة الكولاجين 4. الكولاجين 4 بيكون ديفكتيف، بيكون معطوب، فيه خلل. الخلل انه الكولاجين 4 بيتشكل من يعني السلاسل اللي بتشكل الكولاجين 4 هي 6 سلاسل، بتتحد كل 3 سلاسل مع بعض. احد هي السلاسل او احد هي التشين بسموهم بيكون غايب بمرض الالبرت، غالبا اللي مرتبط بالجنس بيكون غياب السلسله 5. الاوتوزومال ريسيسيف بيكون السلسله 3 او السلسله 4، فغياب السلسله 5 بيخلي الكولاجين المتشكل كولاجين غير ناضج وضعيف، وبالتالي ممكن يتعرض لمؤكسدات بسهولة وبيساوي لنا المرض اللي هو الالبرت. لاحظوا انه في طيف واسع من الاصابات، حتى الثيم بيزمنت ميمبرين صراحة هو جزء من طيف اصابات الكولاجين 4، حنحكي بمحاضرة قادمة، ومرة ثانية ان شاء الله بمحاضرة مستقلة حاحكي بالتفصيل عن هاي المواضيع. بتمنى اني يكون غطيت بشكل سريع مثل لازمة البرت. لا تنسوا تعملوا لايك والشير والسبسكرايب. ما عاد حكيت تشخيص افريقي صراحة، لانه ما اظنه في داعي له، السلايدات واضحة يعني، ما في داعي، ما بيخربطوا صراحة. ربما الشيء الوحيد اللي اكدت عليه خلال الشرح انه الاف اس جي اس في هي الحالة لو ما عملت مجهر الكتروني كنت شخصت المريض خطأ على انه اف اس جي اس. هذه هي الشغلة الوحيدة ربما لازم ننبه عليها. نلتقي إن شاء الله محاضرة قادمة. السلام عليكم.